أتمنى أنه في 2017 يصير اللقاءات بشكل منتظم لأنه هي متأكدة أنه في عنا أمور مشتركة. You will translate. Okay. Please welcome you, Mr. Yagasir. He is welcoming you back from Aleppo, and you are holding the smell of Aleppo and the suffer from Aleppo as well. خصوصا معالجة الكثير من التفاصيل التي كان من المهم معالجتها في الفترة الماضية. الواحدة نعملها سويا حتى لو لم نكن في فريق واحد بالشكل. And we welcome you. Thank you very much, Mr. Minister. If you allow me, first of all, I would like to go out of Damascus, so I would like to apologize, but الجميع يعرف بأن الصليب الأحمر يعمل على الأرض السورية وأنه كان متواجد في الشهرين الماضيين في حلب وتابع بعض التفاصيل التقنية وساهم بها في إخراج المسلحين من شرق حلب إلى مناطق خروجهم، واللقاء كان الإطلاع على ما أنجزه والحديث عن بعض المهمات المستقبلية لعام 2017 التي يمكن أن تكون مشتركة على قاعدة التعاون بين وزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية والصليب الأحمر ولمصلحة مشاريع المصالحة التي تعمل عليها الوزارة في المناطق المختلفة.